لولا نعمة الألم لمت وأنت تسير في الطريق، لأنه لولا نعمة الألم ما شعرت أنك بحاجة إلى التطبب. كل ما يحيط بك نعم يسوقها الله عز وجل إليك، نعمة الوالدين، نعمة الزوجة، نعمة الأبناء، نعمة الإدراك الذي أعطاك الله إياه. وهناك النعم المعنوية، نعمة الأمن. يا إخواني، الكثير منا اليوم يعيش في أمن وأمان، يصبح يخرج من بيته ويرجع وهو آمن على زوجته وأولاده. لكم إخوان في الأرض، أحدهم يخرج وهو لا يدري أيرجع أو لا يرجع، أهله وأولاده في خوف، وهو لا يدري أيرجع فيجد زوجته وأولاده على قيد الحياة، أم أن البيت قد دمر ومن في البيت قد قتل. نعمة الأمن، نعمة الرزق، نعمة أخرى اسمها نعمة الستر. نعمة الستر يا إخواني، كانت هناك أمة من الأمم إذا أذنب أحدهم أصبح مكتوبا على جبهته فعل البارحة كذا وكذا. كانت أمة أخرى إذا أذنب أحدهم بالليل أصبح مكتوبا على باب بيته فلان فعل كذا وكذا. لكن الله عز وجل قد أكرمك بنعمة الستر، ولولا نعمة الستر ما تصافح الناس، لولا نعمة الستر ما تحاب الناس، لولا نعمة الستر لما تقارب الناس مع بعضهم البعض، لولا نعمة الستر لما احترمك أحد في هذا الوجود، لما استطعت أن تقضي حاجة من حاجتك أو مطلبا من مطالبك. هذه النعم التي تساق إليك، نعمة لا إله إلا الله، نعمة أنك مسلم. تعرف إذا أصبحت تقول الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة، إذا تفكرت في هذه النعم العظيمة الجزيلة التي ساقها الله تعالى إليك، أورثك ذلك شيئا اسمه حب الله. فالتفكر في النعم يورث المحبة، محبة الحق على وصف الحقيقة، لأن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها. كان إبراهيم بن أدهم رحمه الله يسير في الطريق فوجد رجلا على قارعة الطريق مقطوع الأطراف، لا يدين ولا رجلين، به جذام جلده متناثر، أعمى لا يرى، وفي حالة الرثة، والناس يمرون يضعون الطعام في فمه إشفاقا عليه وهو على الرصيف على القارعة الطريق ملقى. فتأمل، أخذ يتأمل فيه، فإذا بالرجل يقول الحمد لله على نعمه العظيمة وعطاياه الجسيمة. نعم عظيمة، عطايا جسيمة. توقف إبراهيم بن أدهم، هنا قضية، هنا شيء. أحدنا لو جاء ماغص في بطني، يا رب ليش أنا باغص في بطني، تألم وستسخط، هذا يدين مقطوعتين، رجلين مقطوعتين، أعمى، أجدم، مرمي في الشارع ما عنده. فألقى إبراهيم بن أدهم عليه السلام، فقالوا عليك السلام ورحمة الله وبركاته يا إبراهيم. فقال كيف عرفتني؟ قال ما جهلت شيئا مذ عرفت الله. تعالوا أحضروا قلوبكم، عيشوها بالمعاني الراقية، عيشوها بمقاصدها، أناس تعامل الله عز وجل. قال له ماذا كنت تقول آنفا؟ قال كنت أقول الحمد لله على نعمه العظيمة وعطاياه الجسيمة. قال ما الذي جرى بأطرافك؟ قال بترت. قال ما الذي على جلدك؟ قال الجذام. قال أين بصرك؟ قال كفة. قال أين منزلك؟ قال قارعة الطريق التي تراني عليها. قال من أين تأكل؟ قال مما يسوقه الله لي على أيدي خلقه نعمة منه. قال فأين النعم الجسيمة والعظيمة والعطايا الجسيمة يا هذا؟ قال يا إبراهيم ألم يبقي لي لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا؟ يا إبراهيم ألم يبقي لي لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا؟ قال بلى. قال فأي نعمة أعظم من هذا؟ فإذا تأمل العبد ونظر في نعم الله سبحانه وتعالى استشعر عظيم فضل الله، فاض نور الحب في قلبه، استشعر عظمة هذا الرب، هذا الرب الكريم. وإذا تفكر الإنسان في الدنيا وفنائها وما تلعب به بأهلها وكيف تعبث بهم، ترفع أحدهم ثم ترميه وتلقي به، كيف تستر أحدهم فترة ثم تفضحه، كيف تؤذي من أخلص لها وترك إخلاصه لله، كيف تدوس وتستخدم من خدمها، كيف تعبث بأهلها، كيف هي قليلة العطاء كثيرة العناء سريعة الفناء، نبت في القلب نور الزهد. فإذا التفكر في آيات الله وعظمة ما أودع يورث في القلب نور المعرفة، والتفكر في آلاء الله في النعم يورث الروح نور الحب،
والتفكر في أحوال الدنيا وفعلها بأهلها يورث في القلب الزهد فيها وإنزالها منزلتها، فتكون الدنيا في اليد ولا تكون في اليد، لا تكون الدنيا في القلب أبدا. هذا معنى أو هذه نفحة نفحنا الله بها في هذا المجلس، أو بداية أو مفتاح من مفاتيح التفكر. لكن الذي يقبل بنور الذكر على ساحة الفكر يفاتحه الله عز وجل ويفتح على قلبه بمعان من هذا التفكر، يرتقي به مرة بأنس، يغيب به مع الله غيابا يفوق غياب السكران الذي يسكر بما يشرب، ذاك يسكر بشرب الإثم وهذا يسكر بشرب نور التفكر والحب والشوق إلى الله. وتارة يأخذه الله إليه بنور الخوف من الله عز وجل، وتارة يأخذه إليه بنور الأنس بالله، وتارة يأخذه إليه بنور الحياء من الله، أنا قصرت أعطاني. فيتنقل العبد من نور إلى نور، من نور إلى نور. Mm-hmm.